السيسي ولا تيد يتوافقان على قيام اسرائيل بتحقيق كامل وشفاف بشان ما ورد في تقارير اسرائيليه حول جنود مصريين مدفونين في القدس. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني ايام التشريق والمتعجلون يغادرون من اليوم. عشرة من أقطاب حزب المحافظين يتنافسون على خلافة بارس جونسون اخبار سابعة نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة نيل الاخبار أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء امس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد وتم التوافق على قيام السلطات الاسرائيليه بتحقيق كامل وشفاف بشان ما تردد من اخبار في الصحافه الاسرائيليه اتصالا بوقائع تاريخيه حدثت في حرب عام 67 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس، حيث اكد لبيد ان الجانب الاسرائيلي سيتعامل مع هذا الامر بكل ايجابيه وشفافيه. وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصريه بشان مستجدات الامر بغيه الوصول الى الحقيقه كما تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائيه ومتعدده الاطراف تضم مصر واسرائيل والرئيس الفلسطيني خلال الفتره القادمه من اجل اعاده تنشيط مفاوضات السلام حيث اعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقياده الرئيس السيسي لتحقيق الامن والاستقرار والتعاون بالمنطقه كما اكد الرئيس السيسي مواصله مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على اساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعيه الدوليه بما يفتح افاق التعاون والتنميه لشعوب المنطقه كافه مؤكدا ضروره استمرار التهدئه في الضفه وقطاع غزه واهميه مساعده السلطه الفلسطينيه في المجالات كافه خاصه المجال الاقتصادي في سياق متصل ذكر المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه السفير احمد حافظ انه تم تكليف السفاره المصريه في تل ابيب بالتواصل مع السلطات الاسرائيليه لتقصي حقيقه ما تردد في الصحافه الاسرائيليه اتصالا بوقائع تاريخيه حدثت في حرب عام 67 وقال انه سيتم المطالبه بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقيه هذه المعلومات وافاده السلطات المصريه بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصله ذكرت وزاره الخارجيه ان السفاره المصريه في اسرائيل تواصل متابعه هذا الموضوع يستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين على صعيد منى ثاني أيام التشريق حيث يرمي ضيوف الرحمن الجمرات في حين يغادر المتعجلون مشعر من اليوم يغادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون بعد زوال اليوم الاثنين الثاني عشر من شهر ذي الحجة مشعر منى بعد أن وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة والواجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم رمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصاه، ومن السنه الوقوف بعد رمي الجمره الصغرى والوسطى مستقبلا القبله، رافعا يده يدعو الله تعالى بما يشاء، اما الجمره الاولى وهي جمره العقبه الكبرى فلا يقف عندها ولا يدعو بعدها. ومن خطط للمغادرة متعجلا في يومين يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر بسبع حصوات ويكبر مع كل حصى قائلا الله أكبر ثم يغادر منى على الفور قبل غروب الشمس وفي حالة غروبها وهو مازال في منى يجب عليه البقاء للمبيت في منى ليلة الثالث عشر ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بسبع حصيات لكل جمرة ويكبر مع كل حصاه وإذا تهيأ للخروج ولم يتمكن لظروف الزحام أو بطء حركة المرور عند ذلك يستمر في سيره متعجلا ولا يلزمه المبيت بمنى لكونه قد تهيأ للمغادرة متعجلا وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج صوب المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها وبذلك يكون طواف الوداع اخر اعمال الحج واخر العهد بالبيت العتيق امتثالا لقول صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت وطواف الوداع هو اخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج ان يؤديها قبيل سفره مباشره عائدا الى بلده ولا يعفى من طواف الوداع الا الحائض والنفساء في سياق متصل اكدت وزاره الصحه والسكان سلامه الحجاج المصريين من اي امراض معديه ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات السعوديه مشيده بجهود السلطات الصحيه السعوديه في خدمه حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسه وبجميع اماكن تواجد الحجيج مع تواجد ضيوف الرحمن بمخيماتهم لقضاء ايام التشريق حرصت البعثه الطبيه المصريه على توفير عيادات طبيه بها للكشف على الحجاج المصريين وصرف العلاج لهم بل وعمل فريق للطوارئ بالمخيمات لرصد الحالات التي يتم دخولها الى المستشفيات بمشعر منا للاطمئنان عليها ومتابعه حالتها الصحيه بالتنسيق مع السلطات السعوديه. ستة حالات تم حجزهم في ميناء هنا حالتين خرجوا وفي اربع حالات تانيين موجودين آآ في آآ المستشفيات هنا في ميناء بيتردد علينا بعض الحجاج المصريين اللي محتاج اي خدمه طبيه او استشاره طبيه وعنده بعض الاعراض المرضيه بيعدي بنتم توقيع الكشف الطبي عليه وبنقوم معاه عمل الاجراءات اللازمه طبقا لحالته الصحيه الحمد لله حتى الان الوضع مستقر ما فيش اي مشاكل بالنسبه للحجاج المصريين عندنا كمان في فرق بتمر على المستشفيات بشكل دوري في اربع مستشفيات في منى بنمر حوالي كل ست ساعات بنمر على المستشفيات بنتابع كل الحالات المصريه اللي موجوده منومه داخل المستشفيات بنشوف حالتها الصحيه ايه وتطورها ايه وهتخرج ولا مش هتخرج ودايما في متابعه مستمره مع تواجد ضيوف الرحمن تم تصعيدهم الى جسر الجمرات بشكل ميسر من خلال الانتشار الشرطي على طول الجسر وذلك لرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى والعوده مره اخرى الى مخيماتهم بمشعر منى لقضاء باقي ايام التشريق دعينا الله ان يتقبل منهم حجتهم بالطاعة والمغفرة حج السنة دي مميز بكل المقاييس مش بس عشان قلة الاعداد ولكن عشان التنظيم الجيد جدا وكمان ده بفضل التعليمات للبعثات النوعية جوه المملكة أنا سعيد ما شاء الله إجراءات الحمد لله السنة دي في أعلى مستوى أعلى ما يكون البعثات المصرية بتأدي دورها على أكمل وجه الواحد في فرحة في فرحة ومن أجمل أيام السنة هي الأيام دي إحساس يعني غير طبيعي أنا مش مصدقة أن ربنا كرمنا بالحج وجابنا لغاية هنا كل شيء زين كل شيء مزيان الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم نشكر اولا ربنا اللي بنا الى الى هذه المقام الجميل شفنا راحه وخدمات أزمن من اللازم بصراحه يعني فرحه الواحد ما يقول مش قادر يوصفها بصراحه انا كنت بتمنى الموقف ده من زمان جدا سيابيه وحياه تامه شهدها ضيوف الرحمن خلال رمي الجمرات بيوم التشريق الاول نتيجه للاجراءات الميسره التي اتخذتها السلطات السعوديه لتكون الاجواء الروحانيه هي القاسم المشترك بين الحجاج نسأل الله القبول محمد حلمي النيل انتهى أمس الأحد تفويض مجلس الأمن الدولي لتسليم مساعدات لنحو أربعة ملايين شخص في سوريا عبر معبر باب الهوى على حدود تركيا بعد استخدام روسيا حق النقد الفيتو ضد تمديد التفويض لمدة عام بعد مداولات استمرت لايام وشد وجذب بين روسيا والولايات المتحده فشل مجلس الامن الدولي في تمديد التفويض الخاص بتسليم المساعدات الدوليه لنحو اربعه ملايين شخص في سوريا وعلى وقع عدم التوافق انتهى امس الاحد التفويض الاممي في الوقت الذي يواجه فيه الدبلوماسيون صعوبه في التوصل لاتفاق مع روسيا التي تبادلت انتقادات لاذعه مع الولايات المتحده واستخدمت روسيا حق النقد الفيتو ضد تمديد العمليه لمده عام ثم اخفقت في تمرير اقتراح تقدمت به لتجديد العمليه لمده سته اشهر حيث واجه رفضا من الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا ولتجاوز المازق اقترح الاعضاء العشره غير الدائمين في مجلس الامن تمديدا لتسعه اشهر لكن موسكو تمسكت برفضها حيث ترى ان ايصال المساعدات يجب ان يتم فقط انطلاقا من دمشق وقال مارتن جريفيث منسق مساعدات الامم المتحده ان العمليه تمثل شريان حياه للسوريين وتقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والماوى الى ملايين السوريين في مناطق بمحافظه ادلب وشمال محافظه حلب المجاوره تقع تحت سيطره فصائل المعارضه ورغم الفشل في تمديد التفويض فانه يمكن الاستمرار في تقديم المساعدات الدوليه باشكال اخرى ولكن من دون ان تتصف بالفاعليه نفسها التي يتميز بها التفويض الاممي يستبعد مراقبون للشان اللبناني تشكيل حكومة جديدة على الرغم من التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون. ملف تشكيل الحكومة اللبنانية بات مسألة معقدة ويحتاج الى توافق بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وبقية الاطياف وعليه يستبعد مراقبون تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور نتيجة التجاذبات والخلافات التي تحيط بهذا الملف. يقول هؤلاء المراقبون إن ميقاتي يسعى إلى حكومة تكنوقراط ومن مستقلين وعون يريدها حكومة فيها لون سياسي. لاعتقاده ان لديها الامكانيه لاداره البلاد وملء الفراغ الرئاسي في الاشهر المتبقيه من عهده وفي حال لم تعقد الانتخابات الرئاسيه ويهمه ان يكون ممثلا فيها وبالتالي فان كليهما يرى الامور من خلفيه معينه وهذا ما يعيق تشكيل الحكومه وفي حال تشكلت الحكومه بعد فتره من الوقت فهي ستقوم بتصريف الاعمال ولن تغير شيئا في مجريات الامور اما انتخابات رئاسه الجمهوريه فهي تتعلق بشكل اساسي بتوافق اقليمي ودولي والامور غير واضحه حتى الان وهذا ما يقلق وينذر بانها ستطول بعض الشيء لان الملف اللبناني ما زال غير واضح في اي اتجاه هو وفي يد من سيكون وهو مرتبط بالتطورات الاقليميه والدوليه اما المسوده الحكوميه التي قدمها ميقاتي الى الرئيس عون فهي عباره عن تعديل حكومي لان الوقت لم يعد يسمح لوزراء جدد لمتابعه الملفات وبدا من هذا التعديل ان ميقاتي غير مرتاح لبعض الوزراء لا سيما الملفات المتعلقه ببعض الوزارات كوزاره الطاقه والمهجرين والبيئه التي لم تتقدم الى الامام ويلفت مراقبون الى ان مشكله تاليف الحكومات في لبنان تتلخص بسببين الاول ذو امتداد اقليمي ويكمن بوجود حزب مسلح هو حزب الله يفرض هيمنته على المؤسسات والاستحقاقات الدستوريه ولا يسمح بتشكيل حكومه لا تحمي سلاحه ومشروعه الايراني والثاني داخلي ويكمن في الاشتراطات والعقبات التي يضعها النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر باعتباره المرجعية النهائية في اختيار شكل ومضمون الحكومات مستندا بذلك إلى زواج المصلحة مع حزب الله والخلاصة بحسب المراقبين أنه لا إمكان لتشكيل حكومة جديدة في لبنان خلال هذه الفترة القصيرة لأنها ستكون انتقالية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي وستتصارع عليها مختلف القوى معتبرين ان تعويم حكومه تصريف الاعمال واعطائها الثقه مره جديده هو الحل الافضل أعلن الحزبان الإسرائيليان أمل جديد وأزرق أبيض خوض انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل في قائمة مشتركة. وقد أعلن جدعون ساعر وزير العدل رئيس حزب أمل جديد ووزير الدفاع بيني جانتس رئيس حزب أزرق أبيض عن التحالف بين حزبيهما في مؤتمر صحفي مشترك. وحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيقود جانتس التحالف الجديد وسيكون سعر الرجل الثاني فيه. يبدأ الرئيس الامريكي جو بايدن الاربعاء القادم زيارته الاولى لمنطقه الشرق الاوسط منذ توليه منصبه قبل 18 شهرا. قبل ايام من زياره الرئيس الامريكي جو بايدن الى المنطقه بدأت الاستعدادات في القدس المحتله للزياره بتجميل المدينه بالاعلام الامريكيه. ويبدأ بايدن الأربعاء المقبل زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية تستمر ثلاثة أيام. يلتقي خلالها مسؤولين من الجانبين، كما تشمل جولة بايدن زيارة إلى المملكة العربية السعودية. يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي. وتمهيداً لجولته المرتقبة، نشر الرئيس الأمريكي مقالاً في جريدة واشنطن بوست. أكد فيه أن هدفه من زيارة السعودية هو إعادة توجيه العلاقات مع دولة تعد شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة منذ ثمانين عاما وقال بايدن أن السعودية أسهمت في الآونة الأخيرة في إعادة الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ودعمت الهدنة في اليمن بشكل كامل وتعمل على استقرار أسواق النفط مع منتجي منظمة أوبك الآخرين واعتبر بايدن ان الشرق الاوسط بات اكثر استقرارا وامانا مما كان عليه عندما تولى الرئاسه الامريكيه في يناير من العام الماضي واكد انه يريد تحقيق تقدم في منطقه ما زالت مليئه بالتحديات بينها البرنامج النووي الايراني والوضع غير المستقر في سوريا وليبيا والعراق ولبنان وقال بايدن انه سيكون اول رئيس يزور الشرق الاوسط منذ الحادي عشر من سبتمبر دون مشاركة القوات الأمريكية في مهمة قتالية هناك مؤكدا أن هدفه الحفاظ على هذا الوضع أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاون أن الأردن لديه ملاحظات جوارية حول كيفية تعامل إيران مع بعض الملفات الإقليمية ومع بعض أشكال التدخلات في دول شقيقة يعتبر منظومة يعتبر منظومه امنها القومي جزء لا يتجزا من منظومه الامن القومي للمملكه الاردنيه الهاشميه من ضمنها دول الخليج العربي الشقيقه وقال ان الاردن يتطلع لصيغه معينه في علاقته مع ايران تقوم على مبدا حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول واحترام سيادتها ووحدتها الترابيه لافتا الى ان الاردن لم يتعامل مع ايران كمصدر لتهديد امنه القومي كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سجلت خلال عطلة نهاية الأسبوع تقدما تقنيا جديدا في تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو. لم تتوقف هواجس الغرب جراء الخطوات المتسارعة للبرنامج النووي الإيراني الذي تكشف في طهران كل يوم عن تقدم تقني جديد يثير الجدل. ففي أحدث فصول الأزمة يأتي إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو. الوكالة الذرية كشفت أن طهران بدأت تشغيل سلسلة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في محطة فوردو، والتي تم تعديلها مؤخرا لزيادة كفاءتها، ما يشير إلى أنه بإمكان إيران أن تتحول بسرعة وسهولة أكبر إلى مستويات تخصيب أعلى نقاءً. وتعد تجارب فوردو أحدث خطوة ضمن إجراءات عديدة اتخذتها إيران متجاوزة القيود التي فرضها الاتفاق النووي مع الغرب في عام 2015 بشأن ترشيد أنشطة إيران النووية، وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 وذلك خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على إيران ما دفعها إلى التخلي عن العديد من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق. وأجرت إيران محادثات مباشرة مع الأطراف المتبقية في الاتفاق وأخرى غير مباشرة مع الولايات المتحدة في محاولة لإحيائه، لكنها وصلت جميعها إلى طريق مسدود منذ مارس الماضي، وبرغم البرنامج النووي المتقدم إلا أن إيران تنفي وبشكل مستمر نيتها في صنع سلاح نووي وتتهم الولايات المتحدة والغرب بمحاولة تشويه صورتها أمام المجتمع الدولي من خلال تضخيم واستغلال المعلومات على حد تعبير إيران أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس ترشحها لتولي منصب رئيس الوزراء البريطاني القادم لتحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون وقد بلغ عدد المترشحين لخلافة جونسون عشرة من أقطاب حزب المحافظين وستعلن النتيجة النهائية في شهر سبتمبر القادم والتي تضم القائمة وزيرة التجارة بيني موردنت ووزير النقل جراند شابس ووزير المالية ناظم الزهاوي والوزيرين السابقين جيرمي هانت وساجد جاويت خفض الضرائب والنأي عن الفضائح شعران لا ثالث لهما يرفعهما أغلب المرشحين من حزب المحافظين الذين اعلنوا تقدمهم لخلافه رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون ويبدو ان الرغبه المعلنه لدي المرشحين في الخروج من سلسله الفضائح التي شابت ولايه باريس جونسون وحدت تصريحات ومواقف المرشحين بحيث لم يبرز من بينهم حتي الان من تبدو كفته هي الأرجح كما تتقارب شعبية المرشحين لخلافة جونسون ومن بينهم وزير المالية المستقيل ريشي سوناك ووزير الصحة السابق ساجد جاويد ووزير الخارجية السابق جاريمي هانت بينما يزال الحزب ينتظر دخول وزيرة الخارجية ليستراس سباق الترشح وتحدد لجنة المشرعين التي أسسها حزب المحافظين عام 1922 والتي تضع القواعد للحزب في البرلمان الجدول الزمني المحدد للمنافسه بعد اجتماع لها مقرر له يوم الاثنين في حين من المرجح ان يتم غلق باب الترشيحات يوم الثلاثاء لتبدا بعد ذلك عمليه تقليص المرشحين الى اثنين ويعقب تلك الخطوه انتخاب اعضاء حزب المحافظين خلال الصيف لزعيم جديد للحزب من بين المرشحين ليصبح رئيسا للوزراء بعد ذلك. وأعلن جونسون أنه سيستقيل من منصبه بعد أن اعترض العديد من المشرعين والوزراء في الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من الفضائح من بينها انتهاك قواعد الإغلاق خلال التجمعات التي أقيمت في مكتبه في داونينغ ستريت وكذلك فضائح أخلاقية ترتبط باختيار مسؤولين ووزراء في حكومته وأوضح جونسون أنه سيستمر فقط في منصبه حتى انتخاب رئيس وزراء جديد بينما تنذر المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة بصيف حار سيحمل الكثير من التجاذبات داخل أروقة الحزب وخارجها وتأتي الخلافات الداخلية في صفوف حزب المحافظين في توقيت يواجه فيه ملايين البريطانيين أكبر تدهور في ظروف المعيشية منذ خمسينيات القرن الماضي فقامها ارتفاع أسعار موارد الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا توقع الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي ارتفاع حصيله ضحايا قصف مبنى سكني في شرق البلاد الى اكثر من 15 قتيلا وقد نفى زيلينسكي توقف العمليات العسكريه الروسيه خلال الأسابيع القليلة الماضية زعم الكثيرون أن العمليات الروسية توقفت ولكن فعل المحتل في دونباس وباقي أنحاء أوكرانيا تنفي ذلك تماما شن الطيران الروسي 34 غارة خلال الساعات ال 24 الماضية القوات الأوكرانية صامدة وتتعامل مع الهجمات في جبهات مختلفة ولكن ما زلنا في حاجة لفعل المزيد ليتكبد الروس مزيدا من الخسائر وحينها ستتوقف العمليات بالفعل القتال يتواصل في اوكرانيا خاصه في جبهات الشرق والجنوب فمن جانبها حثت الحكومه الاوكرانيه المدنيين في منطقه خرسون الجنوبيه التي تسيطر عليها روسيا على اخلاء المنطقه على نحو عاجل وتوقعت نائبه رئيس الوزراء الاوكرانيه نشوب قتال في المدينه سيشمل قصفا مدفعيا لكنها لم تحدد موعدا لبدء هذا القتال محذرة من اتخاذ النساء والأطفال دروعا بشرية وفي الشرق أكدت السلطات الأوكرانية أن صواريخ روسية ضربت مبنى سكني من خمسة طوابق في منطقة دونستاك مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وقال مكتب الرئيس الأوكراني أن الضربة في دونستاك كانت هجوما إرهابيا آخر وإنه يجب تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب نتيجة لذلك على حد قوله من جهتها أكدت القوات الروسية أنها قصفت مقرات الجيش الأوكراني التي تخزن مدافع أمريكية الصنع في دونستاك قصفنا بأسلحة عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة لوحدة المدفعية التابعة للقوات المسلحة الاوكرانية ومستودع الذخيرة في مدينة سلافينيسك، وتم القضاء على أكثر من 100 عنصر من القوات الاوكرانية وتدمير أكثر من ألف قذيفة مدفعية لمدافع أمريكية الصنع وحوالي 700 منصة لصواريخ جراد. بعد استكمال السيطره على مقاطعه لوغانسك او جمهوريه لوغانسك الشعبيه بعد اعتراف روسيا باستقلالها عن اوكرانيا تتاهب القوات الروسيه متحالفه مع الانفصاليين الموالين لها للمعركه من اجل مدينتي اسلافيانسك وكراماتورسك في مقاطعه دونيستك المجاوره وسط توقعات بان تتبع موسكو استراتيجيه محاصره القوات الاوكرانيه في اخراجها من الاحياء السكنيه وكراماتورسك وسلافيانسك هما مدينتان صغيرتان في شمال مقاطعة دونتسيكا لا تزالان تخضعان لسيطرة كييف ولا تتعدى المسافة بينهما 20 كيلومترا ويبلغ عدد سكانهما 150 ألف نسمة و113 ألف فقط على التوالي ولكن أنظار العالم تتجه إليهما اليوم كمحطة قد تكون فاصلة في معركة روسيا الكبرى من أجل منطقة دونباس الموالية لها شرق أوكرانيا وفي شمال شرق اوكرانيا وتحديدا في مدينه خاركيف قال حاكم المدينه ان هجوما صاروخيا روسيا اسقط عددا من الجرحى المدنيين دون الاشاره لمزيد من التفاصيل لكنه اضاف ان الهجمات الروسيه الرئيسيه تتركز الى الجنوب الشرقي من المدينه وتحديدا في لوغانسك ودونسيك اللذين يشكلان معا منطقه دونباس وهي المنطقه الصناعيه الاهم في شرق اوكرانيا قدم ما لا يقل عن أربعة وزراء استقالاتهم من الحكومة السريلانكية على وقع استمرار اعتصام المحتجين وبالتزامن مع احتلال قصر الرئيس ومقر رئيس الوزراء حتى تتم استقالتهما لا يزال الوضع غامضا في سريلانكا على الرغم من موافقة الرئيس راجاباسكا على الاستقالة هذا الأسبوع بعد اجباره على الفرار من قصره عقب اجتياحه من المحتجين خلال تظاهرات ضخمه في العاصمه كولومبو بسبب الازمه الاقتصاديه التي ضربت البلاد. الولايات المتحده طالبت بسرعه العمل لايجاد حلول للاوضاع الاقتصاديه المتدهوره بما في ذلك نقص الكهرباء والغذاء والوقود. رئيس الوزراء السريلانكي راني الويكر ميسينغ التالي في خلافه راجباسكا دعا على الفور الى اجتماع طارئ للحكومه بحثا عن حل سريع للازمه داعيا قاده الاحزاب السياسيه للانضمام الى هذا الاجتماع وابدى استعداده للتنحي لافساح المجال امام حكومه وحده وطنيه. لكن هذا الموقف لم ينجح في تهدئة المحتجين الذين اقتحموا منزل رئيس الوزراء وأضرموا النار فيه أنا هنا كي أشرح ماذا فعلوا بالضرائب التي يتم أخذها من الشعب لذا أنا منضم لهذا الاحتجاج السلمي عليهم أن يدركوا جديا بعد هذه الأحداث أن السلطة في يد الشعب وقال زعماء الحركة الاحتجاجية أنهم سيحتلون مقري إقامة الرئيس ورئيس الوزراء حتى يغادر منصبيهما في نهاية المطاف وقال رئيس البرلمان إن راجباسكا سيستقيل يوم الثالث عشر من يوليو بينما أوضح رئيس الوزراء أنه سيتنحى للسماح بتشكيل حكومة مؤقتة من جميع الأحزاب من جانبه دعا رئيس الأركان إلى الهدوء مؤكدا أن هناك إمكانية لحل الأزمة سلميا ودستوريا ومن المعروف أن سريلانكا دولة متوسطة الدخل تتمتع بمستوى معيشي معتدل لكنها تأثرت سلبا بفقدان عائدات السائحين في أعقاب هجوم مسلح في عام 2019 ثم جائحة كورونا. الازمه الاقتصاديه غير المسبوقه تفاقمت منذ استقلال هذه الجزيره التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمه في العام 1948 من خلال سلسله من القرارات السياسيه وصفها المراقبون بالسيئه منذ عام 2005 وتتفاوض حكومه سريلانكا على خطه انقاذ مع صندوق النقد الا انه اشترط حدوث تسويه للازمه الراهنه بما يسمح باستئناف الحوار. في ختام هذه النشرة هذا تذكير باهم ما جاء بها من اخبار اسيسي ولابيد يتوافقان على قيام إسرائيل بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما ورد في تقارير إسرائيلية حول جنود مصريين مدفونين في القدس ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق والمتعجلون يغادرون من اليوم عشرة من اقطاب حزب المحافظين يتنافسون على خلافة بورش جونسون للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت نايل دوت إيجي الى اللقاء